السلام عليكم أحبائي الطلبة، اليوم سنتعرف على الحرف الجديد لهذا اليوم وهو حرف الغين. حرف الغين سنتعرف عليه من خلال سرد قصة قصيرة عليكم وسرد هذا الدرس، درس في طريقي إلى البيت. سنبدأ الآن. في طريقي إلى البيت، أنا في طريقي إلى البيت، هب الهواء قويا، تمايلت أغصان الأشجار يمينا وشمالا، تجمعت الغيوم السوداء، لمع البرق وقصف الرعد، لمع البرق وقصف الرعد، فأسرعت قبل أن تهطل الأمطار، ولما وصلت هطلت الأمطار غزيرة غزيرة وغسلت الشوارع. دخلت غرفة الجلوس وجلست مع عائلتي قرب المدفأة. حسنا، ننتبه إلى الدرس هنا في طريقي إلى البيت. سنبدأ بالسطر الأول. أنا في طريقي إلى البيت، هب الهواء قويا، تمايلت أغصان الأشجار يمينا وشمالا. كيف تمايلت أغصان الأشجار يا طلاب؟ تمايلت أغصان الأشجار يمينا وشمالا. أحسنتم. عندما تجمعت الغيوم السوداء ماذا حصل؟ أجل، لمع البرق وقصف الرعد. أحسنتم. الآن في هذا السطر الأول يوجد حرف الغين. حرف الغين سنبدأ. أنا في طريقي إلى البيت، هب الهواء قويا، تمايلت أغصان الأشجار يمينا وشمالا. أين تجدون حرف الغين في هذه الجمل التي قرأناها؟ أحسنتم. كلمة أغصان، كلمة أغصان جاءت حرف الغين في أول الكلمة، إذن نكتبها سويا على السطر، اكتبوها معي. حسنا، ونضع نقطة على رأسه. أحسنتم. نكمل. تجمعت الغيوم السوداء، أين أيضا يوجد حرف الغين هنا؟ الغيوم. أحسنتم. إذن نرى كلمة الغيوم هنا، الغيوم في وسط الكلمة، غين وسط الكلمة. هكذا تكتب. نكمل. لمع البرق وقصف الرعد، فأسرعت قبل أن تهطل الأمطار، ولما وصلت هطلت الأمطار غزيرة غزيرة. هل تشاهدون الآن حرف الغين؟ حسنا، غزيرة غزيرة غزيرة. أيضا لدينا هنا كلمة غزيرة، جاءت حرف الغين جاء في أول الكلمة. وغسلت الشوارع، أيضا كلمة غسلت جاءت في أول الكلمة. دخلت غرفة الجلوس وجلست مع عائلتي قرب المدفأة. أيضا أنتم الآن قولوا لي أين هو حرف الغين في هذه الجملة. أحسنتم. غرفة، غرفة، أيضا كلمة غرفة، غسلت غرفة أيضا في أول الكلمة. لا ننسى أيضا أن حرف الغين يأتي أول الكلمة، وسط الكلمة، آخر الكلمة، آخر الكلمة متصلة، وآخر الكلمة منفصلة. إذن لدينا حرف الغين أول الكلمة، وسط الكلمة، آخر الكلمة متصلة، وآخر الكلمة منفصلة. لا ننسى أيضا أن لحرف الغين حركات مدود، مد قصير ومد طويل. المد القصير يأتي بحركات الفتحة، الضمة، الكسرة والسكون. إذن لدينا غين فتحة غ، غين فتحة، نشاهد الفتحة غ، غين كسرة غ، وغين ضمة غو. ما يقابلها من المدود الطويلة نلفظ معا، أغو آ كما تعلمناها سابقا، غا غا، أغو إي غي، أغو أو غو. حسنا، سنعيد الآن
غايدو غين فتحة غا أغو آ غا أغو إي غين كسرة غي وغين أغو إي غي غين ضمة غو وغين وغين أغو وأو غو غا غو غي غا غي غو. حسنا، الآن المطلوب الآن أن نعيد سويا وبالتهجئة هذه الجملة سويا، ما رأيكم؟ سنبدأ. أنا في إف وإي اتفقنا في طريقي. نلفظ كل حرف حسب صوته. طريقي إلى ال آ ال 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 إب ال، ولكن حرف الباء لها فتحة ب فتحة ب البيت البيت. أنا في طريقي إلى البيت. أما عليكم الآن أيها الأطفال أحبائي أن تعيدوا هذه الجمل في بيوتكم وتحفظونه جيدا في التهجئة وتكتبونه على دفاتركم، وشكراً.